أخوتي الأعزاء، طاب مساؤكم. قبل البدء بالندوة أدعوكم للوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء العراق والأمة العربية الذين دفعوا أرواحهم ثمنا للحرية، فتفضل. شكرا. الأخوة الحضور، نرحب بكم في هذه الندوة التي نناقش فيها رؤية الميثاق الوطني للنظام السياسي في العراق، وهذه الندوة تأتي ضمن الندوات الدورية التي تحرص على عقدها اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي في الكثير من الدول حسب الإمكانيات المتاحة، وخاصة في الدول ذات التأثير داخل العراق والتي سبب تدخلها فيه اختلالا بالوضع السياسي، وهي مسؤولة عن هذا الجانب قانونيا وأخلاقيا. أخوتي الأعزاء، الميثاق وضع مسارات متكاملة للتحرك دوليا للتعريف بحقيقة الأوضاع السيئة في العراق وسبل الخلاص منها، إضافة إلى التحرك الدولي يتحرك وطنيا، سيما بعد المقاطعة الشعبية الكبيرة للانتخابات الأخيرة، مما يعكس عدم الرضا الشعبي عن منظومة الحكم القائمة بدعم المحتل والضرورة لتحقيق عدالة في العمل الوطني، مما يصوب الأحداث القادمة ويوحد الجهود بشكل شعبي وعبر القوى والشخصيات الوطنية. من هنا دعا الميثاق الوطني العراقي خلال مؤتمره الأول والثاني إلى الانفتاح والحوار مع كل التيارات أو الأحزاب أو الشخصيات الوطنية التي لم تشترك بالعملية السياسية وتتطلع إلى بناء نظام سياسي جديد يخضع لسلطة الشعب دون أي تدخل خارجي، وهو لا يلغي أي عمل وطني أو جهد لأي تيار سياسي أو مؤسسة أو شخص، وليس بديلا عن أحد، إنما يضع منهجية في العمل الوطني المشترك ويعمل على توحيد الجهود مع احتفاظ كل كيان بخصوصيته لبلورة موقف وطني موحد. ومن هنا وقبل البدء بندوتنا يجب التذكير بالأهداف والمبادئ الأساسية التي اعتمدها الميثاق الوطني العراقي خلال مؤتمره التأسيسي في 3 آذار عام 2019. فلقد أكد البيان التأسيسي للميثاق الوطني العراقي على أن العراق اسم جامع لكل أبنائه على مختلف أديانهم ومذاهبهم وقومياتهم، ويتساوى جميعهم في المواطنة والواجبات والحقوق، وهو جزء من الأمتين العربية والإسلامية. وأكد الميثاق في بيانه التأسيسي على التمسك بوحدة العراق أرضا وشعبا، ورفض أي خطة ترمي بأي شكل من الأشكال إلى تقسيمه أو تجزئته أو تفتيته مهما كانت المبررات والذرائع. وأكد على أن الإسلام هو الدين الرسمي لدولة العراق مع الضمان الكامل لحقوق الأديان والأقليات جميعا. ونص الميثاق على أن حل القضية الكردية ومعالجتها لا يتم إلا في إطار وحدة العراق وسيادته من خلال الحوار البناء وعلى نحو يضمن الحقوق القومية للجميع.
وأكد الميثاق على أن ثروة العراق هي ملك للشعب العراقي لا يجوز هدرها، ويجب استعمال هذه الثروة لخدمة العراقيين وتنمية العراق. وبالموقف من العملية السياسية، اعتبر هذه العملية السياسية جزءا من مشروع الاحتلال، وهي مسؤولة كالمحتل عما لحق بالعراق من أذى، مطالبا بإقامة نظام سياسي على أسس تضمن إقامة نظام وطني يعتمد التعددية السياسية أساسا لبناء دولة المؤسسات، بما يحقق للعراق مكانته الدولية ويضمن استقلاله وسيادته. وعلى هذا الأساس يختار الشعب العراقي حكومته بإرادته الحرة في ضوء ما يتميز به من التنوع والتعددية الفكرية والثقافية والسياسية المنضبطة بثوابته الدينية والوطنية والأخلاقية، واعتماد مبدأ فصل السلطات والتداول السلمي للسلطة، ونبذ أي شكل من أشكال الاستبداد السياسي أو الإقصاء الفكري أو الديني أو العرقي أو المذهبي. كما أكد الميثاق على أن الدستور الحالي الذي أسس العملية السياسية سيئة الصيت لا يمثل العقد الاجتماعي الجامع للعراقيين ويفتقد الشرعية، وطالب بضرورة وضع دستور يضمن حقوق جميع العراقيين وينهي حالة الإقصاء السياسي والاجتماعي والديني والمحاصصة الطائفية العرقية. كما طالب بإعادة بناء الجيش والأجهزة الأمنية وفق التقاليد الوطنية والحرفية من أجل الدفاع عن سيادة الوطن ووحدة أرضه والمحافظة على خيراته، وأكد على ضرورة منع منتسبي الجيش والأجهزة الأمنية من ممارسة النشاط الحزبي والسياسي. كما نص الميثاق على ضرورة تمتع جميع المواطنين بالحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان طبقا للمواثيق الدولية، بما لا يتنافى مع قيم المجتمع وثوابته الدينية. وأعطى الميثاق للمرأة حقها في المجتمع، مؤكدا على أنها جزء فاعل فيه ومؤثر في حراكه العام. كما اعتبر الميثاق مقاومة الاحتلال حقا مشروعا، ولا بد من الاعتراف بجهود المقاومة العراقية ودورها في التصدي لمشروع الاحتلال وإفشاله، واحترام الدماء التي قدمتها في مسيرتها. وعلى الصعيد الدولي والإقليمي، أكد الميثاق الوطني العراقي على رفض الإرهاب واستعادة السلم الأهلي والالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات التي تضمن حقوق الشعب العراقي وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، مع ضرورة بناء أفضل العلاقات مع دول الجوار والاحترام المتبادل بينها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والعمل على إزالة آثار الاحتلال وتعويض الشعب العراقي عن الأضرار التي لحقته جراء الاحتلال. ولم ينسى الميثاق الوطني نضال أخوتنا الفلسطينيين، فأكد على دعم الأخوة الفلسطينيين لتحرير أرضهم وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، ورفض كل ما يقوم به الصهاينة من انتهاكات بحق أهلنا في فلسطين. هذه حقيقة الأمر يعني مقدمة في البدء من الندوة، و يعني الآن يعني نستمع إلى كلمة اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي يلقيها الأستاذ حبيب إبراهيم العجيلي، فليتفضل. شكرا جزيلا على حضوركم الطيب الذي من وجهة نظرنا يستكمل المفهوم الوطني والقومي للشعب العراقي،
والشعب العراقي جزء لا يتجزأ من هذه الأمة العربية. كلمة اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي تحت عنوان وهم الديمقراطية والتعددية السياسية في ظل نظام المحاصصة في العراق. الحضور الكريم، أهلا وسهلا بكم، وأسعد الله أوقاتكم في هذا اليوم الذي نجتمع فيه في العاصمة البريطانية لندن في ندوة الميثاق الوطني العراقي التي يعقدها تحت عنوان رؤية الميثاق الوطني للنظام السياسي في العراق. وقبل أن نبدأ بورقتي في هذه الندوة، أنقل لكم تحيات إخوانكم أعضاء اللجنة العليا في الميثاق الذين يسعون بكم بكل جهودهم لإنقاذ العراق، لأنه أمانة الأجيال القادمة في أعناق الجميع. إن الميثاق الوطني العراقي أيها الحضور يؤمن بأن الوصول إلى السلطة يجب أن يكون نابعاً من تخويل الشعب العراقي، وأن الانتخابات وسيلة مهمة في هذا التخويل لإدارة الحكم تحت عنوان إشراف الشعب وقواه الحقيقية التي تعتمد على سيادة واستقلال العراق ورفض التبعية الخارجية بكل أشكالها. ولانعدام هذه الأسس المهمة، فإن الميثاق لا يؤمن بالنظام السياسي الحالي في العراق ويرفضه ويعده نظاما مشوها للديمقراطية، وذلك لأن العملية السياسية في العراق صنعت بإرادة خارجية وسلمت رعايتها للنظام الإيراني، وفصلت مقاساتها على مصالحها التوسعية وإرهابها الدموي، فأصبحت تجمعا عشوائيا مسلحا بثوب سياسي. وقد كشفت ثورة تشرين التي انطلقت عام 2019 الكثير من الحقائق والفضائح التي هي بالأصل معروفة للشعب العراقي، ولذلك رفضها منذ عام 2003 من خلال وسائل وطنية عدة، وكشفت للعالم مأساة العراقيين في ظل النظام السياسي الحالي الذي اعتمد على التدليس والوهم الديمقراطي، وأوصل العراق إلى الانحدار والهاوية والمستقبل المجهول على جميع المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية. وقد شهد العالم نتائج الانتخابات الأخيرة التي قاطعها الشعب العراقي بنسبة تزيد على 80%، فضلا على تحكم سلاح الميليشيات وإرهابها وتعطيل إعلان المصادقة على نتائج الانتخابات وحادثة قصف منزل الكاظمي لضمان حصصهم الحكومية وعدم محاسبتهم على جرائمهم وبقاء نفوذهم السياسي والأمني والاقتصادي. وبالتالي فإن الطبقة السياسية الحالية مسؤولة عن، وهنا لابد أن أضع في ورقتنا هذه بعض الحقائق التي تثبت وهم الديمقراطية في النظام السياسي الحالي، والذي لا يوجد له مثيل بالسوء في أي دولة أخرى. أولا، وهم الديمقراطية الذي تم ترسيخه من خلال نظام المحاصصة المعتمد الذي فرضه الحاكم المدني بول بريمر مسؤول سلطة الاحتلال، وإلا فكيف يمكن اعتماد النسب في التوزيع الديني والطائفي والقومي والعرقي في النظام الديمقراطي؟ والسؤال هنا، من أين جاء بول بريمر بهذا النسب؟ ولماذا نعتمد عليها إلى الآن؟ أليس ما شرعه أي احتلال لابد من أن يلغي لأنه باطلا، فضلا عن أن هذه الطريقة جعلت العراق تحت نظام المحاصصة المقيت، لأن أهم ركائز بناء الديمقراطية هي الاعتماد على القرار الوطني الداخلي دون قرارات خارجية أو وصاية على نظامه السياسي. ثم ألا يحدث هذا خللا اجتماعيا وسياسيا غير محدود النتائج؟ وباعتراف الجميع، فإن التجاوزات في العراق قد فاقت جميع الحدود المعقولة، حتى أصبحت البنية السياسية مشوهة، لأنها قسمت الشعب الواحد إلى إثنيات ومذاهب وكتل متصارعة، وأصبحت المساومات
والبيع والشراء والتزوير من المسلمات في العراق الذي يسمونه جديدا، بل وصلت الاستهانة بالشعب إلى أن الأطراف الضالعة بالمساومات والتزوير هي من تعترض الآن وتسعى في ترويج موضوع التلاعب بنتائج الانتخابات. فضلا عن ذلك، فقد تم ضرب الأسس الموضوعية لاستقلال السلطات الثلاث، وأصبحت مقاعد البرلمان عنوانا للطائفية من خلال الاستمرار بنظام المحاصصة الذي يحدد جميع معالم السلطات الثلاث. ولم يتوقفوا عند هذا الحد، بل أصبح البرلمان يعين السلطات التنفيذية والقضائية، ويقسم الوظائف الحكومية والقضائية ومؤسسات الدولة على مبدأ المحاصصة، حتى دفنوا مبادئ الديمقراطية التي كانوا يدعونها والكفاءة التي يفتقدونها، وفتحوا أبواب الارتشاء وسرقة المال العام، فانعدمت معالم الحضارة والصناعة في البلد، حتى وصل الناس إلى حال فقدان الخدمات الضرورية، فلا صناعة ولا ماء ولا كهرباء ولا مجاري ولا طرق، وتراجع أداء القطاع الصحي بشكل كبير ومخيف جدا، وأشرف على الانهيار حاله في ذلك كحال المؤسسة التعليمية المتهاوية. ثانيا، ما يثبت وهم الديمقراطية في العراق من ذلك منح إجازات تشكيل الأحزاب لشخصيات من دون أن يكون لديها تنظيم حزبي واضح، حيث لا يمكن لأي دولة في العالم تحترم نفسها وشعبها أن تتغاضى عن وجود 300 حزب وهمي كما يحصل في العراق. ثم كيف يسمح في دولة ديمقراطية أن تمنح إجازات العمل السياسي للكيانات المسلحة من الميليشيات بمجرد تبديل اسمها، حتى أصبحت تتحكم بالعمل السياسي من خلال تزوير الانتخابات أو تصفية وتهديد أي عمل سياسي يعارضها، بل أصبحت خطراً على الشعب بسبب توجهاتها المتطرفة، ومن خلال ارتباطها بالنظام الإيراني بشكل مباشر، مما جعلها تنفذ سياساته في العراق والمنطقة. ما حدث في الانتخابات الأخيرة والمظاهرات والفعاليات بمناسبة مقتل سليماني هي أدلة واضحة على أن السلاح المنفلت هو أقوى من الحكومة، حيث انطلقت في هذه المظاهرات التهديدات لدول عربية من قادة الميليشيات، وعرف نشيد إيران الوطني فيها وعزف نشيد إيران الوطني فيها علانية، وتعطل عمل الدوائر الحكومية وفرض حظر التجوال، وهذه كلها دلائل على أن من يتحكم بالعراق الآن هي هذه الميليشيات الولائية في ظل حكومة خاضعة لها ولا تملك أي مبادرة أو قرار، وتتخذ من الصمت منهجا لها في كل مناسبة تكون طرفا فيها الميليشيات المسلحة. ثالثا، وهم الحرية والتعددية وإبداء الرأي. إن من أهم مرتكزات الحرية والتعددية الديمقراطية هي حرية الرأي وحرية التظاهر وحرية التعبير وحرية الصحافة، فهي أجزاء لا تتجزأ من الديمقراطية. ودليل وهم الديمقراطية في العراق هو قمع المظاهرات الشعبية السلمية التي انطلقت في عموم العراق، ومنها ثورة 25 شباط عام 2012، والتي انطلقت في قرابة 60 مدينة عراقية، وانتهت بالقمع والقتل الحكومي للمتظاهرين السلميين، فضلا عن اختطاف عدد كبير من الناشطين لا أحد يعرف مصيرهم إلى الآن. ثم مظاهرات المحافظات الست عام 2013 التي طالبت بإيقاف الاعتقالات العشوائية والمخبر السري، وإطلاق سراح النساء البريئات اللواتي اعتقلن بجزيرة الغير، وإنهاء الإقصاء والتهميش التي تعتمده حكومات الاحتلال ضد أبناء هذه المحافظات، وانتهت هذه المظاهرات بارتكاب
عدة مجازر ضمن ضد المدنيين، منها مجزرة الحويجة في كركوك، ومجزرة جامع سارية في ديالى وغيرها، واقتحام ساحات التظاهر في الأنبار، مما تسبب في جر البلاد إلى مآسي وكوارث، وأدخل البلاد في فوضى عالمة لن تنتهي تداعياتها إلى يومنا هذا. ولعل قمع تظاهرات ثورة تشرين السلمية وقتل أكثر من 1000 متظاهر وإصابة الآلاف وتغييب المئات منهم، والمجازر التي ارتكبتها الحكومة وقواتها العسكرية والأمنية مدعومة من بالميليشيات في ساحة التحرير ببغداد والناصرية والنجف وكربلاء والبصرة وباقي المحافظات، أكدت بما لا يدع مجالا للشك عدم إيمان النظام السياسي الحالي بحق التظاهر وحرية التعبير. فهل يمكن أن يكون النظام السياسي في العراق ديمقراطيا وهو يتعامل مع المتظاهرين بالعنف والتصفيات الجسدية؟ رابعا، ظاهرة انتهاك حقوق الإنسان والبطش والتغييب القسري، من الدلائل على وهم الديمقراطية في العراق هو انتشار ظاهرة انتهاك حقوق الإنسان التي رافقت العملية السياسية منذ البدايات، وتمييز حكوماتها بظاهرة الخطف والتغييب القسري، إذ يوجد عشرات الآلاف من المغيبين قسريا، وهناك عشرات المدن التي تم تهجير أهلها منها بدواع طائفية. أما حالات القتل المتعمد والممنهج سواء عن طريق الاغتيالات أو القصف العشوائي بالصواريخ والطائرات فقد تجاوز 250,000 قتيل. أما أوضاع المعتقلين من الرجال والنساء والأطفال والتعذيب لانتزاع الاعترافات فهي ظاهرة مستمرة لم تتوقف منذ أن فرض الاحتلال النظام السياسي القائم في العراق، ومجزرة جبلة الأخيرة في محافظة بابل التي راح ضحيتها 20 شخص أغلبهم من الأطفال والنساء من عائلة واحدة، كشفت طريقة تعامل القوات الحكومية مع المواطنين، فهي شاهد حي على استمرار النهج الخطير الذي ينذر بشن حروب عبثية في العراق، وسيدخل العالم في أزمة كبيرة لا يستطيع مواجهتها مستقبلا. إن كل هذه الأفعال والجرائم والانتهاكات لحقوق الإنسان هي شواهد موت الديمقراطية في العراق في ظل النظام السياسي الحالي. ومن المعلوم أن من هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان وبهذه الوتيرة الكبيرة والمتصاعدة تقوض أي نظام سياسي، لأن الحكومات في الأنظمة الديمقراطية تستقيل لأي خطأ يحدث ويتسبب بمقتل مواطنين حتى ولو كان عارضا وليس مقصودا. لكن في العراق القصة مختلفة، حيث أصبح هدف الأجهزة العسكرية والأمنية مدعوما بالميليشيات هو انتهاك حقوقهم وقتلهم عند الحاجة من أجل الحفاظ على وجود القوى والأحزاب السياسية والنظام السياسي الذي يحتمي به الجميع. ولعل منطقة جرف الصخر المنزوعة السكان من أهلها هي أبرز دليل على عمليات التطهير العرقي والمذهبي، حيث لا تستطيع أي حكومة في الدخول إليها وإعادة أهلها، وبما يضع هذه الحكومات في موضع التعاون والمشاركة الفعلية لهذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. هي انتهاكات تكررت في أماكن أخرى، ورأيناها في عدة مناطق، منها قرية الفرحاتية بصلاح الدين، وقرية المقدادية بديالة، ومناطق في بغداد كحي البكرية، فضلا عن الاستيلاء غير القانوني على أملاك المكون المسيحي في العراق. وعجز النظام السياسي وحكومته عن إعادة مختطفي الصقلاوية والبالغ عددهم 700 مواطن، أو كشف مختطفي ثورة تشرين، مع أن الميليشيات وزعمائها الذين اختطفوا وغيبوا هذا الكم من الناس معروفون لدى الحكومة والشعب، ولكن الحكومات المتعاقبة تتستر على المجرمين والمنهكين لحقوق المنهك المتهتكين لحقوق الإنسان
في العراق، وهذه كلها تؤكد وهم الديمقراطية في العراق. أما قضية تحول انتهاكات حقوق الإنسان عامة والمعتقلين خاصة إلى تجارة تدر أموالا كبيرة على الأحزاب المتنفذة والميليشيات، فهذه وحدها تحتاج إلى حديث طويل، فهي تتضمن ملفات خطيرة جدا. إنما تقدم كله هو جزء يسير مما يرتكبه النظام السياسي الحالي في العراق، الأمر الذي جعلنا في الميثاق الوطني ندرك بوعي أنه لا يمكن إصلاح هذا النظام الوهمي إلا بنظام سياسي عادل يختاره الشعب العراقي بشكل وطني جامع لا يفرق، ويعتمد على المساواة والعدالة وسلطة الشعب الحقيقية. ومن هنا تأتي هذه الندوة وغيرها من النشاطات الدولية للميثاق للتعريف بالقضية العراقية، لأن مشكلة العراق وأزمته قد بدأت دوليا عبر التدخل في استخدام القوة، وعليه فلا بد أن تتحمل هذه المسؤولية الدول والمنظمات الدولية التي سمحت بذلك وأوصلت العراق إلى ما هو عليه اليوم. اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، والسلام عليكم. شكرا أستاذ إبراهيم الحبيب، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. أخوتي الأعزاء، أهلا بكم من جديد. بعد الاستراحة قصيرة نواصل ندوتنا، وبمداخلة للباحث السياسي الدكتور فارس مهداوي تحت عنوان قراءة محايدة للميثاق الوطني العراقي. فتفضل دكتور فارس. شكرا جزيلا لأستاذ زياد والأخوة الحاضرون لهذا اللقاء الذي ربما يعني اعتدنا أن نحضره من أجل تكريس مفهوم وأهداف الميثاق الوطني العراقي الذي انبثق أو أعلن عنه في الثالث من شهر سبتمبر آذار عام 2019، حيث أعلنت القوى المناهضة للعملية السياسية في العراق الميثاق الوطني العراقي، والذي هو نتاج مشاورات ولقاءات عديدة بين هذه القوى تمخضت عن مشتركات وطنية خالصة تلبي بشكل مدروس وعبر سلسلة من تجارب فكرية وسياسية متنوعة لكل المتوافقين على هذه الوثيقة. هذه المشتركات عبرت بشكل لا يقبل التأويل والنقض عن صوت الشعب العراقي المقهور بكل قومياته وأديانه وطوائفه. إن العراق المحتل منذ عام 2003 وحتى الآن من قبل الولايات المتحدة وإيران على وجه الخصوص، أثبت من خلال تصديه المباشر والدائم لقوى الاحتلال ومن جاء أو تعاون معها فيما يسمى بالعملية السياسية، أنه شعب حي، وأن محاولات ثنيه عن حقه في الحياة الكريمة والدولة المستقلة ذات السيادة الكاملة زادت من روح المقاومة لديه وإصرار قواه الوطنية على التصدي والخلاص من هذا الكابوس الجاثم على صدور أبناء الرافدين لما يناهز العقدين من الزمن. إن حجم القهر والظلم والفساد والتبعية لإيران في كل مفاصل قرارات حكومات الاحتلال العميلة والذين جاءوا نتيجة ما يسمى بالعملية السياسية في العراق، جمع القوى والأحزاب الوطنية على كلمة سواء أصلها خلاص العراق وشعبه، وتقديم مشروع متكامل للبديل عن العملية السياسية الفاسدة يعيد العراق العظيم إلى شاطئ الأمن والحرية والسيادة والاستقلال. عبر الميثاق والموقعون عليه عن مباركة وتثمين لكل الجهود السابقة التي قامت بها القوى والشخصيات الوطنية، وفي هذا إيثار واضح لعدم إهمال أي جهد وطني قامت به القوى الوطنية التي اعتلت منصة مقاومة الاحتلال منذ عام 2003 وحتى الآن. واعتبر الميثاق أن الأطر النظرية والنضالية للقوى المناهضة للاحتلال مثلت جوانب ملهمة لأسس هذا الميثاق، وخص منها بالذكر ميثاق التفاهم والعمل الوطني للمؤتمر التأسيسي العراقي الوطني عام 2004،
واللقاء التشاوري العراقي عام 2014، والورقة الأساسية للمشروع الوطني العراقي عام 2015، وهذا يمثل تطوراً إيجابياً في العمل السياسي المقاوم الذي لا يبخس حقوق القوى والأحزاب المقاومة طيلة الأعوام السابقة. صنف الميثاق الوطني العراقي معالجات الأوضاع في العراق لتخليصه من درن العملية السياسية الطائفية الفاسدة إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي أولاً بناء الدولة والمواطنة. وفي هذا المحور أكد الميثاق على هوية العراق الجامعة لكل أبنائه على مختلف قومياتهم وأديانهم ومذاهبهم، وأن العراقيون متساوون في المواطنة من حيث الواجبات والحقوق، وأن العراق جزء من الأمتين العربية والإسلامية، كما أن العراق للعراق دولة واحدة لشعب واحد، بما يعني رفض الميثاق لأي محاولة لتجزئته وتقسيمه تحت أي مسمى أو مبرر. كما تطرق الميثاق في هذا المحور إلى تثبيت حقيقة أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة وهو مصدر التشريع الأساسي لها. وفي موضوعة القضية الكردية أكد الميثاق على أن حلها يجب أن يكون في إطار وحدة العراق وسيادته دون المساس بالحقوق القومية لأبنائه. كما عالج الميثاق موضوع ثروات العراق بما يؤكد عائدية كل هذه الثروات للشعب العراقي، كما أن على الدولة إلزامية المحافظة عليها وتنميتها بما يحقق التنمية والرفاهية لكل محافظات العراق على حد سواء. ثانيا، النظام السياسي، تأكيد حقيقة أن العملية السياسية في العراق وكل ما تمخض عنها وصدر منها ما هو إلا نتاج الاحتلال وتبعاته، وهي مسؤولة عما لحق بالعراق من خراب وإفساد وتفريط بالسيادة. كما أكد الميثاق أن البديل هو إقامة نظام سياسي كامل على أسس وطنية تضمن التعددية الشرعية والجماهيرية له، التداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات، ومنع الاستبداد والإقصاء والتهميش هي واجهة الحكومات التي يختارها الشعب عبر إرادة حرة. عالج الميثاق هذا الموضوع بكل حرية وشفافية ليعبر عن ديمقراطية حقيقية وليست الديمقراطية التي جاءت بها الإمبريالية الأمريكية. كما عالج الميثاق موضوع الدستور الذي كتب بطريقة غير شرعية وفي ظل احتلال أمريكي مباشر، فأكد الميثاق على إعادة كتابة دستور جديد للعراق يمكن من خلاله إقامة نظام وطني سليم بعيد تماما عن التمايز الديني والمذهبي والقومي، ويضمن حقوق جميع المواطنين بشكل واضح. وأكد الميثاق الوطني العراقي على إعادة بناء القوات المسلحة العراقية وفق الأسس الوطنية التي كانت أساساً لكل تشكيلات الجيش العراقي بكل صنوفه منذ تأسيسه وحتى حله بقرار من قبل سيء الصيت بول برايمر. الموقعون على الميثاق أولوا موضوع المرأة والطفولة وحقوق الإنسان اهتماماً بارزاً، فأكدوا على دور المرأة في المجتمع وفي بناء الدولة وإعداد أبناء مؤمنين بقضية الوطن والولاء له. وأكد الميثاق أيضا على أن كل أبناء العراق يتمتعون بحقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية المقررة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بما لا يتنافى مع قيم المجتمع العراقي وثوابته الدينية والعرفية. من اللافت في بنود الميثاق تأكيده على حفظ حق مقاومة المحتل، ومن هنا بات من الإنصاف الاعتراف بحق المقاومة العراقية التي أجهضت مشروع الاحتلال الأمريكي للعراق، كما أكد ضرورة استذكار واحترام الدماء التي سالت في هذا الطريق. ثالثا، الإطار الإقليمي والدولي، عرف الميثاق الوطني العراقي الإرهاب فاعتبره كل عمل عدواني يستهدف حياة وممتلكات الأبرياء من قبل جماعات أو أفراد ويثير لديها الخوف والرعب ويحط من مكانتها. وهذا التعريف ربما عجزت عن إيجازه لكلمة ومصطلح الإرهاب حتى المنظمات العالمية والدول الكبرى.
وأكد الميثاق في الإطار الإقليمي والدولي أيضا على إقامة العلاقات الطيبة مع دول الجوار والاحترام المتبادل على أسس المصالح المشتركة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية، وكذا الحال مع بقية دول العالم. كما أكد على العمل لإزالة آثار الاحتلال والمطالبة دوليا بحقوق الشعب العراقي ودفع التعويضات الناجمة عن الاحتلال، وهو الموضوع ربما الذي يثير مخاوف الولايات المتحدة على وجه الخصوص ويشكل عقدة مهمة في العلاقة بين العراق المتحرر من الاحتلال وبين المطالبات الدولية باستعادة حقوق الشعب العراقي الناتجة عن الاحتلال وما ولده الاحتلال. وأخيرا وليس آخرا، تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. شكرا جزيلا. شكرا دكتور فارس الخطاب. والآن بعد أن انتهينا من كلمة اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي ومن مداخلة الأستاذ فارس خطاب، نترك الأسئلة للسادة الحضور، وأرجو أن يعني أسئلة الضيوف تقتصر بالنقاش حول شرعية النظام السياسي في العراق وحول رؤية الميثاق الوطني العراقي للنظام السياسي في العراق. دكتور حيدر تفضل. الآن في رؤية الميثاق الوطني للنظام السياسي، كيف يرى الآن الصيغة الموجودة الحالية وهي المحاصصة ضمن ميثاق وطني اجتمعت فيه قوى سياسية متعددة عانت من النظام الذي أوجدته القوى الاستعمارية، وأقول القوى الاستعمارية لأنه أولا إسرائيل الشرقية، وأعني فيها الدولة الصفوية، وأعني فيها ولا أسميها والدولة المحتلة، ولا أسميها الغزاة، وإنما الدولة المحتلة التي رسمت الخطوط الأساسية للنهج الآن لتنتهج حكومة المنطقة الخضراء. الآن كيف يرى يعني الأحزاب السياسية الموقعة على الميثاق الوطني مستقبل العمل السياسي أو النظام السياسي للحكم العراقي؟ هل هي سوف يعتمد مبدأ المحاصصة أم مبدأ حرية الانتخابات؟ شكرا على السؤال، الحقيقة سؤال مهم، وهو ربما ليس من السهولة بمكان اجتثاث كل ما زرع في العراق من بعد عام 2003، لأنه كل ما زرع زرع بدراية وعناية وتخطيط مسبق من دول الاحتلال وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وما فتحت من آفاق ومجال لإيران لكي تقوم أيضا بدورها في احتلال العراق عقائديا وربما تربويا وفي مسائل كثيرة. لذلك من أهم واجبات وبنود الميثاق الوطني العراقي هو عملية اجتثاث كل ما أتى به الاحتلال بدءا من الدستور وانتهاءا بالحكومة. هناك عملية الميثاق درسها بعناية فائقة وأكد عليها بعناية كبيرة، أن العراق يجب أن يبدأ دورانه من الصفر من أجل إعادة بناء على أسس وطنية وعقائدية أيضا دون محاصصة. وكما ذكر الميثاق أنه إعادة كتابة الدستور بالشكل الذي يلغي المحاصصة الطائفية ويكرس مفهوم المواطنة الذي يكون فيه العراقي هو ذات العراقي مهما كان جنسه أو دينه أو طائفته أو عرقه، الكل متساوون في الحقوق وفي الواجبات. وفي هذا لا نقاش مطلقا على استمرار هذه الأوضاع الحقيقة التي تمثل يعني شائبة غريبة حتى على المجتمع العراقي دون أن يكون هناك من يقوده. المجتمع العراقي في طبيعته مجتمع ليس طائفيا وليس ربما ينحاز لقومية معينة ضد قومية أخرى. الشعب العراقي شعب متآخي، أكراده عربه تركمانه،
وأيضا مسيحييه ومسلميه، شيعته وسنته، الكل يعيشون في بلد واحد وضمن دولة واحدة تحترم القانون وتفرضه. يعني القانون، كان هناك شعار في العراق، القانون يجب أن ينفذ ويجب أن يحترم. هذا الشعار كان ترفع الدولة العراقية قبل الاحتلال، وأعتقد أنه هذا الموضوع موضوع رئيسي لدى المعنيين بالميثاق الوطني العراقي. شكرا. شكرا دكتور فارس. من سؤال تفضل. طبعا أي سلطة سياسية تحت الاحتلال هي سلطة فاقدة للأهلية وفاقدة للشرعية، وأي نتيجة من نتائج هذه السلطة سواء دستور أو عملية انتخابات أو برلمان أو شيء، هذا كله فاقد للشرعية، وبالتالي كل قراراتهم لاغية ولا قيمة لها ويجب أن تلغى لاحقا. حاليا الاحتلال الغزو الفارسي الحمجي الفارسي وحد المشرق العربي، يعني الخط مفتوح، العراق، سوريا، لبنان واليمن. يعني قاسم سليماني كان يصول ويجول في هذه المناطق، الحدود مفتوحة أمامه. ألا يرى الميثاق الوطني العراقي أنه يجب أن تتكامل جهود المقاومة لهذا الاحتلال الغاشم وهذا الغزو الهمجي في هذه في المشرق العربي لمقاومة هذا الاحتلال، كونه هو يحتل كل هذه البلدان؟ يعني كانت الإشارة فقط لفلسطين، المشكلة هي أكبر بكثير من فلسطين حقيقة. ويجب، أنا برأيي يجب أن تتكامل كل جهود المشرق العربي في مقاومة هذا الغزو الهمجي. فما هي رؤية الميثاق الوطني؟ يعني دكتور تغلب، أنت تقول أن الغزو الفارسي لم يقتصر على العراق، إنما الآن هو موجود في سوريا ولبنان واليمن، وربما الأقطار العربية الأخرى يعني تحت الخطط لتنفيذه. يعني أنت تدعو أخواننا في الميثاق الوطني العراقي لتبني فكرة إنشاء جبهة مقاومة لهذا الغزو الفارسي لا تقتصر على العراق إنما على كل الأقطار العربية المعرضة لهذا الغزو، هذا ما تقصده أعتقد. من يجيب؟ شكرا جزيلا الأخوة الحضور، وشكرا على هذه الأسئلة الطيبة اللي طرحتوها، اللي هي من صلب أهداف اللجنة العليا للميثاق الوطني. هو بالحقيقة كل الوطن العربي يحتاج إلى تكاتف وإلى توحيد وإلى جبهة قومية واسعة، لكنه الأمور قد تبدأ من الصفر وتبدأ بنفسك. إحنا شعب استهدفنا، الشعب العراقي استهدف لتخريبه وتشتيته، وقسم إلى أثنيات وطائفية وعرقية، ويعني ما بات هناك كتلة اسمها الشعب العراقي. موجودين يعني إيرانيين ينتمون يعني يرتبطون بإيران، وهناك ناس يرتبطون بإسرائيل مباشرة، وهناك يرتبطون بالولايات المتحدة الأمريكية. وإيران هي بالحقيقة عامل كانت إلى توصيل العراق إلى هذه الحدود، والأمريكان قبل أن يحتلوا العراق اتفقوا مع إيران على أن يسلموا السلطة لإيران في العراق على هذا النهج اللي هو موجود حاليا. لم يكتفوا بذلك، إنما اعتمدوا إلى إلغاء العراق كاسم، وفككوا العراق، لغوا كاسم وتنكروا لوجود العراق بالتاريخ، شيء اسمه عراق بالتاريخ، ويتكلمون بها علنا. ومن ثم لجأوا أيضا إلى أساليب سخيفة ومقيتة ودنيئة لتفتيت الشعب العراقي إلى أثنيات وقوميات ومناطقيات. يعني هم الآن باتجاه خلق أقاليم أخرى بالعراق، سواء كانت يعني جنوبية، سنية، شيعية، مثلها مثل الكردية. يعني هم ماشيين بهذا الاتجاه، يعني تفتيت العراق. وقال الرئيس الأمريكي الأسبق، قال لا يوجد هناك عراق،
توجد عشائر متقاتلة متصارعة بين بعضها. والأداة بالحقيقة لهذا الموضوع هي إيران. إيران هي صاحبة زراعة فتنة الطائفية. وهناك شيء ينبغي أن يعني نقربه إلى ذهن إخواننا وأبنائنا شعوبنا بالمنطقة، أنه إيران لا تختلف عن إسرائيل أبدا، وربما ولا تختلف حتى عن الاحتلال الأمريكي، وهم يعني متعاونين متضامنين في احتلال المنطقة العربية ككل. لكنه إيران ترى من مصلحتها الدخول بهذه اللعبة للسيطرة على المنطقة العربية، فهي ترى نفسها أولى من إسرائيل وأولى من أمريكا في حكم المنطقة العربية تحت شعارات الدين والمذهب وإلى آخره. يعني إيران الآن هي ليس عدو وليس نقيض للاستعمار الأمريكي بالمنطقة أبدا، إنما هي صديق متعاون متلازم، وليس ضد إسرائيل، إنما هي صديق ومتعاون ومتلازم مع إسرائيل. هناك محطات إيرانية تلفزيونية تذيع من إسرائيل، مركزها إسرائيل وإجازتها من خطوطها الفضائية من إسرائيل. يعني لا توجد هناك خلاف بين إيران وأمريكا وإسرائيل، لأنه أمريكا وإسرائيل هي حلقة واحدة. إن تحطمت أي طرف من عندها تتحطم الثاني، إذا سقط الإمبريالية بالمنطقة ستسقط إسرائيل، وإذا سقطت إسرائيل ستسقط الإمبريالية، تتفكك قواعدها في المنطقة. وهذا هو الحصيلة الموجودة الآن. نحن لا يمكن أن نعتقد بأننا نواجه إيران لوحدها، أننا نواجه إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. وحقيقة الأمر إحنا نتطلع إلى هذه الجبهة القومية الواسعة العربية، لكنه ينبغي أن نكون إحنا نستطيع أن نشد أزرنا ونتوحد ونستقوي على المقاومة حتى نستطيع أن نستقطب أطراف أخرى من المنطقة العربية. لكننا نحن لن نخفي جهدا في إسناد شعوبنا العربية وأبنائنا وأخواننا في كل منطقة في كل المنطقة العربية. وشكرا جزيلا. شكرا. يبدو الدكتور فارس عنده إضافة على هذا السؤال. شكرا للسؤال وشكرا لتعقيب أستاذ إبراهيم. الحقيقة أنا ممكن أوجز الإجابة للسؤال بشكل مباشر. كل المنطقة اللي تفضلت وذكرتها، سوريا، لبنان، البحرين، اليمن، شرق السعودية، وربما في المغرب العربي أيضا لكن بطرق عمل مختلفة إيران تعمل، كلها تنحل عندما يتعافى العراق، لأنه اللي خلى هاي الأرتال الإيرانية تعبر هو العراق، اللي خلى سوريا تحتل من قبل ميليشيات متنوعة إضافة للقوات الإيرانية والحرس الإيراني هو العراق، اللي جعل حزب الله يأخذ راحة ويرتاح ويعني يهدئ من أوضاعه في داخل لبنان ويستغل قوته ليستثمرها داخل إيران هو احتلال العراق. الخليج العربي كان آمن عندما كان العراق، ويقال حتى الطيور إذا أرادت أن تهاجر من إيران إلى العراق لازم تأخذ موافقة الحكومة العراقية. نعم كان العراق هيبة، ولهذا يعني دائما نقول المثل الذي يذكر أنه كنا يوم أكل الثور الأبيض. فإحنا كنا لازم نعمل من أجل تحرير العراق، كنا كل الدول العربية بل كل العالم الحر يجب أن يسعى لتحرير العراق، لأنه هذا يعني القضية درست بعناية. لم يحتل العراق لأنه في صدام حسين ولا في حكومة ماضي مركزية ولا قضية الكويت، لا العراق احتل لأنه يشكل عبء على المشروع العالمي، وأنا سميتها في يعني ملاحظاتي الإمبريالية. العراق يعني استهدف، ولهذا أيضا الميثاق ذكر كلمة فلسطين أو ذكر الفقرة الخاصة في فلسطين، لأنه أنت إذا تريد توجعهم قولهم أنا مناسي فلسطين وفلسطين هي قضيتي المركزية. شكرا. شكرا. في أحد من الأخوان، تفضل دكتور خالد. حقيقة في عندي بالنسبة للدكتور فارس تكلم مع إرهاب الجماعات والأفراد،
أنا بعتقد إنه إرهاب الدول أقذر بألف مرة من إرهاب الجماعات والأفراد، لأن إرهاب الدول هي اللي بتأدي لإرهاب الجماعات والأفراد، لردة فعل لفعل. والإرهاب بتعريفه البسيط هو استعمال القوة ضد المدنيين لتحقيق هدف سياسي، وهذا اللي عملوه هدول الدول، دول مجلس الأمن الدائم العضوية. هاي بالنسبة الميثاق الوطني العراقي وصف بشكل جيد، ولكن ما حاطت خطة طريق كيف بدنا نطلع من هالموضوع اللي نحن فيه. الخطة اللي لازم نترجمها على الأرض هاي لازم تكون خطة واقعية مبنية على الواقع اللي نحن فيه، مشان الإنسان كيف بده يتحرك إن كان مقاومة ولا الأم. في عنا كمان شغلة مريتوا عليها، الاحتلال والغزو. في فرق كبير بين الاحتلال والغزو. أمريكا غزت العراق ولم تحتله لبعد 2008 المالكي، وقت صار احتلال أو بعد ما قربوا. فمقاومة الاحتلال شكل ومقاومة الغزاة شكل آخر. إيران لحد الآن لم تحتل العراق، هي غازية للعراق، يعني بحق له للشعب العراقي يعمل كل شيء بإيران، داخل إيران وأي مكان بالعالم مصالحه. في نقطة بعدين مهمة، انتو ما بعرف ما سمعت اليوم أكيد انتو هذا، في عندك الداخل الإيراني. الداخل الإيراني هو ما يوجد في إيران نظام الملالي. هذا النظام الموجود ككل أنظمة المنطقة لهم دور وظيفي وليسوا أحرار، لهم دور وظيفي بالنظام العالمي اللي قايدته أمريكا، وما هي إلا توزيع أدوار. لا يوجد خلافات لا بين إسرائيل وإيران، لا يوجد أي خلاف يعني بين الموضوع. يعني العراق حاول يعمل مثلا مفاعل نووي، حاول قصف، هو دول صاروا 15 سنة عم بيحاوروه يخلصنا، خلي يساوي يعمل كذا يعني، وإن ما عندهم يعني هالقدرات. في عندك شعب الأحواز، تغير كتير شعب الأحواز عن 20-30 سنة، لقوا الكذب الواضح. في عندك البيوش كمان اللي أمس يعني كان عندهم مؤتمر سمعنا منهم. في بالداخل نحن إذا ما قضينا على هذه الأنظمة الوظيفية العميلة هي بالوقت الحالي، نطهر بيتنا بالداخل، بصير بعدين أسرع. وشكرا. أخوتي الأعزاء، إذا لم يكن هنالك سؤال فسننهي الحلقة، ونتمنى أن نراكم، ننهي الندوة عفوا وليس الحلقة، ونتمنى أن نلقاكم في ندوة أخرى لتعميق طريق الميثاق الوطني العراقي ولتفعيل خطتي من أجل الخلاص الوطني بإذن الله. شكرا لكم جميعا.